اقول لك ايش كل كنت تغير فتره وليد دهوان. لا وليد دهوان بيجيكم بعض الايام، ولكن انا اللي باخذكم كل الشهر ان شاء الله. حياك الله يبقيكم ويعافيكم. بيكم الخير وبركه. الله يسعدك يا شيخ. والله الله يسعدك. حولكم على من طيبكم. ابشر الما يا ولد الما. شيخ كيف حالك؟ طيب الله حيك. الله يبارك. ساعة مباركة. الله يبارك فيك. الله يسعدك. كان معي الشيخ حسن قعود في العصر. ما شاء الله. اي ما شاء الله. وش كان اللقاء؟ والله طيب ابشرك الحمد لله. سلام ورحمة الله. سلام. هلا 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 والله يا مرحبا. شلونك؟ عرفتني ولا باقي؟ الله يبارك لك. محمد بن سلمان بن حسن حياة عمار. ونعم ونعم ما شاء الله. ساك طيب حسن؟ اي نعم. شلونك الله يكرمك؟ كيف حالك؟ ساك طيب؟ مرتاح ان شاء الله. الله حيك. الله يطول عمرك. عاد الحين لما واسطه لما تحطني مع الله يسلمك. يا مرحبا. لا تعبتوا ان شاء الله. شلونك الله يكرمك؟ امورك طيبه ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يطول عمرك. مدير الجروب. مدير الجروب ترى بطلبها منك الليل. الله يسلمك. يا هلا بسم الله. الله يحييكم زارتنا البركة. الله يبارك فيك. شهر مبارك. كيف حالك طيب؟ الله يطول عمرك. الله يكرمك. على الهوا يا شيخ. سلام. الله يبيك. الله يبيك. تبي مكيف؟ ها؟ تعال اخذك النقاط. شو هذا المكيف؟ كيف حال الشباب؟ عساكم بخير. كيفكم الصيام؟ الله يتقبل. الحمد لله تياسير الان يعني المكيفات والجلسات والراحه. يلا لك الحمد. يعني تصور اجدادنا ويمكن ابائنا كيف كان صيامهم ومشقة والتعب ولا فيه الرفاهية هذه، ومع ذلك كانوا يكملون صيامهم. ما شاء الله. الوالد أحيانا إذا قلنا وش ذا الحر وانا جاي من الدوام ولا شيء تقول الحمد والله كنا نرقد تحت النخل وجنب الشرب وما أدري وش، قلت الله يعظم أجرنا وأجركم. الحمد لله. ودائم كبار السن يعني يحتاجون إلى السماع منهم، لأنهم هم مروا بتجارب ويرون أنها يعني كانت قاسية وكان فيها لها ذكريات لهم. فكبير السن إذا قام يتحدث عن شيء قديم اسمع له. طبعا هو بيكرره، أحيانا هو ينسى أنه قص عليك القصة دي. لا تقول دي كمل لا قصة، لا هذا سوء أدب ترى مع كبير السن. صح صح. حتى مع أي إنسان يقص قصة وانت عارفها يعني من الأدب أن تكمل. ولذلك يقول سفيان الثوري، يقول إن الرجل لا يتكلم ويقص القصة أو يحدث بالحديث وأعلم عنها قبل أن يلد، ولكنني أستمع إليها كأنني أول مرة أستمع إليها. فبعض الناس يجي تقص تقول والله يا أخي في الثمامة كان في عاد، قال اللي في الثمامة شيخ عارفين هذا القصة يقطع. قلت لا 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 استمع له أدب، خله بعض الناس ما عنده الا القصه اخي مسكين. خله يشارك بها. فلذلك خاصه كبار السن قاعد يعيد موقف صار له، والموقف ذا ترى مؤثر في حياته. مر بجوع، مر بانقطع في الطريق، انت عادي عندك، لكن هذا الموقف اثر فيه فاستمع له وانصت له وانتبه تستمع والجوال في يدك. تقول له عم، تقول لا خلك خلك معه. هذا من الادب يعني مع الكبار. هذه استفتاحية جميلة يا شيخ، وإن شاء الله بإذن الله الآن نبدأ إن شاء الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة أنا سعيد هذه الليلة بداية أن أكون معكم في هذا البرنامج، وأنتم شباب مبدعين ورأينا منكم بعض الإبداعات، ولا زلنا نطمح في أيضا
أن تظهروا إبداعاتكم، خاصة أنكم يعني ما شاء الله معروفون على مواقع التواصل ولكم تجارب كثيرة. أيضا مما يسعدني هذه الليلة أن يكون معنا شيخنا الشيخ فهد العموش. حقيقة الشيخ بقاطع المقدم، فهد بن صالح زي بندر بن صالح. فهد بن صالح، فهد بن صالح العموش. نعم، الشيخ له جهود دعوية ويشكر، واليوم أننا نشرف أننا نكون معه ليحدثنا جميعا في هذه الأيام الفضيلة كم نحتاج للتذكير، وهي أيام قليلة يعني لو حسبت 33 يوم ما أسرع ما تذهب. فجميل أن يأتينا أحد الدعاة والمشايخ ليذكرنا في هذه الأيام. فبداية حياك الله يا شيخ. الله يبارك. والله يحييك، حي الله الشباب جميعا. الله يحييك ويسلمك. أنا أولا أعتذر يعني الحقيقة مقاطعة المقدم، لأني أرى والدي رحمه الله أني أدرج اسمه الحقيقة في مجالس غض النظر عن قناة، حتى في المجالس، وليس المقاطعة الأولى، كذا مقدم يقدم لي، ويمكن في اليوتيوب يعني كان فيه لقالي في بداية، يعني مو أنا أول لا حتى داود الشريان يعني، بس داود قبل ما تبدأ الحلقة رأيته كاتب اسمي، أنا شاركت معه كاتب فهد العموش، كاتب الشيخ فهد، فقلت له لاني حوله قلت ابو محمد فهد بن صالح، معه عنده قلم احمر على طول كتب فهد بن صالح وقدم فهد بن صالح. هذا من وفائك له. هم قالوا الحقيقه يعني، فلذلك يمكن مقدمنا من باب الاختصار، لكن دائما نعتب على نفس الشخص، ما هو باللي يعرف لك. انت كتعرف في مجلس ما تجي تقول احمد السعد فهد العموش، لا تنسف ابوك. ليش؟ ولذلك انا مثلا مقدمنا اشوفه في التويتر ما ترك اسم الاب، سعود الوالد الان موجود الان، لا متوفى الله يغفر له ويغفر له موت الله. الله كذلك يعني قالوا من برك بابيك ان تذكره في تعريفك في كتابتك في كل هالامور ذي، لا تنسى والدك. في مساله اخرى ثانيه ذكرها معالي الشيخ بكر ابو زيد عضو هيئه كبار العلماء، قال بن، هذه بن ضرورية تفصل، لأني لو قلت أنا فهد صالح يصير اسم مركب زي سامي العجل، محمد نور، ترى مو بابوه نور، هو محمد نور، محمد طارق، محمد أمين، هذه أسماء مركبة. وشوف صلنا عنها العربية بن، حتى قال بكر أبو زيد يقول لما كنت رئيس المحاكم في المدينة النبوية قبل أن يكون عضو هيئة كبار العلماء، يقول كان في مراجع دائم يراجع في المحكمة، ولين جينا في الضبط أقول اكتب بن بن يعني بن، لين قال فلان، يقول قال أشغلتنا يا شيخ بن 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 بن، يقول قلت له انسب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن عبد الله، قلت بس، يقول فاقتنا بعده، يقول ولو واحد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبه وقال محمد عبد الله أدب. لذلك من درسنا من الابتدائية في تعريفنا وفي نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. فبن قال حتى في أوروبا يفصلون بين بن، فيش يفصلون؟ الولد الشرعي اللي تم زواجه في محكمة عندهم ورسمي، هذا بن جورج بن ديفيد، هذا ولده جورج ديفيد، ده جايب خطأ فهمه. قال حتى في أوروبا. أنا أنصح بقراءة هذه الرسالة موجودة في المكاتب، اسمها تسمية المولود بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، اسمها تسمية المولود، وتطرق فيها الأسماء المطلوبة. ثم يعني الحقيقة هناك الآن حديث منتشر وخطأ، لما تجي في مجلس تقول وش أحب الأسماء إلى الله، أنا بسألكم أحب الأسماء إلى الله ما هو؟ ما حمد وعبد. هذا الحديث ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، حديث ما أحب الأسماء إلى الله ما حمد أو ما عبد وحمد، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله المحدث، ونبه عليه العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله، ها من بيجيبه؟ صحيح في صحيح مسلم. ما في جواز عندكم؟ لا ما في جواز، بس ان شاء الله في جواز انه يحظى بال ان شاء الله بالاجر والدعاء ان شاء الله. كان هذا اشهر حديث عندنا، اشهر حديث لا يصح ما عبد الله، سبحان الله، اول مره اعرف المعلومه
لا هي الحديث لا يصح، الحديث الصحيح بس شاي. اتوقع انه يا شيخنا اتوقع انه عبد الله. والله انت حولها شيخ، خليه يكمل. عبد الله او عبد الرحمن. ايوه الرحيم. والله انتم حولها، يلا حولها تدن. الله يعني انا قد سمعت شيخ العثيمين رحمه الله قال يعني بمعنى العبد، يعني شيء مقرون به. ايوه الحديث الصحيح اجابتكم نجمعها مع بعض صحيح. احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، ويدخل فيها عبد الملك، عبد السلام، عبد اللطيف، يدخل فيها. يعني شيخ معنى الحديث صحيح، اللهم لفظ الحديث اللي ضعيف. الحديث لا يصح، عبد وحمد هذا لا يصح عنه. الحديث اللي في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومما يحزن أن تجد أب عنده 9 عيال ما فيه لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد السلام ولا عبد اللطيف ولا عبد الملك. تفضل. طيب شيخنا الله يكرمك، في نقطة يمكن تمر علينا كثير، مثلا واحد يقول بدل ما يقول عبد العزيز عزوز، او عزيز، او بدل ما يقولون عزيز بعض، او بدل ما يقول عبد الرحمن دحوم. طيب هذه النقطه تشكل علينا كثير للامانه، بعضهم يقول لنا لا لا تقولها، او يقول قلها. عبد الفتاح الى دوتوحه. اي والله العظيم دلع دلع يدلع يدلعون. لا الان فعلا انا عندي ابن عبد الملك والله شغالين عليه في البيت، ملوكي ملوكي. عمي انا تعبان وجايب عبد الملك، احب كان كنت اتمنى ان يجيني الابي ورايح عبد الملك. يمكن لو واحد يقول له عبد الملك ما يرد من كثر ما اتى. في الغالب يا شيخ ان الناس معنا السعوديين لابد من اسمين، كل واحد عنده اسمين، عاد بعضهم يصرح بعضهم ما يصرح بل على نطاق العالم. اهم حاجه ان لا يكون اسم يعني يتضايق منه، يعني بعضهم جت فيه وش اقول لك يعني عياره او عيب، يعني شيء ضايق. ولذلك 3 تديم الود لاخيك، ان تدعوه بحب الاسماء اليه، وان تفسح له في المجلس، وان تبدا بالسلام. هذه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفسح المجلس ترى ما يحس بها الا لما واحد يدخل مجلس السلام وما يلقى له مكان، ثم واحد يقول تفضل تفضل عبد الرحمن ويجلسك، والله ما تنساه له. والله مره انا دخلت الحقيقه زنقني واحد كان في عزيمة معالي الشيخ عبد الله المطلق والشيخ سعيد بن مسفر والحواشي، هذا في الخميس، وأنا أصلاً يعني عارف إن في زحام، وقال الرجل لا في عشاء وش سعيد مسفر جاي وسعود الشريم، هي أصلاً كانت الدعوة لفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. فقلت يا ابن الحلال، قال قلت أنا ما دعيت، ماني رايح من غير دعوة زين. فهو ذا اشتغل اشتغل وخلى الرجال يكلمني، والله انها مكره. قال حياكم الله يا اخي، ما يا هلا والله. يوم جينا لين المجلس وقتها ما فيه مكان، سلمت والمشايخ ما انساه المعالي الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئه كبر وعضو والمستشار بالديوان الملكي شيخ فهد يا مرة، ويشيل مركه كان بينه وبين الشيخ سعيد مسفر ويحطه في الارض ويجلسني وجه زي الصغير كذا بينه. بس لقيت لي مجلسه، فسبحان الله كانت ما تنسى له فك الزنقه. الامر الثاني ان تدعوه بحب الاسماء اليه. في بعض الاسماء سميت الحقيقه، يعني بعض الاباء سمى على رجل وقف معه وقفات اسم ينحرج منه الابن. فسبحان الله لما جاء له ولد، انا ما ابغى اسمي الاسماء ذي اللي تحرج معروفه الان، جاء سمى له ولد ياسر. يحب واحد يقول له ياسر، ما يبغى الاسم ذاك ومنحرج من ابوه يغيره. وبعض الناس مصرين اللي يسميه بذاك الاسم، خلاص ياسر ابو احمد اترك. فتدعوه بحب الاسماء اليه. والأسوأ منها انا اعرف 3 غيروا اسمائهم، استاذن من ابوه قال انا وجدت احراج، يعني نكته صرت في المجالس ولي علاقات ولي غير. وبعض الناس من جلافته ومن سوء طبعه يسميه باسم القديم. والله ما حد في الاستراحة معنا غير اسمه، حط اسمه عبد الرحمن، ماني مسمي اسمه الأول. لما تقول عبد الرحمن سم يدل يصب لك القهوة ويرحب. عندنا 2 ما زالوا يسمونها باسم القديم. يوم قلت يا عمي قاعد يطارد في الأحوال 2 مسكين وللبصمات وشغلة وأغرت، وما زلني مصرين يعني كذا تعنت. قلت يا أخي عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله، ادعوه. شوفها يفز اذا سميتها، كان اسمه محرج.
زين استاذن ابوه وجت مراجعات، فلذلك ان تدعو الانسان باحب الاسماء اليه. في موضوع ودنا ندخل فيه قبل اجيب على سؤالك. انا اذنك انا ذكرت يا شيخ التنابز بالالقاب، هذا يدخل في الايه ولا تنابزوا بالالقاب، يعني اذا كان اخوك يكره هذا الاسم نعم فلا يجوز لك انك تسميه. هذه فائده يا شيخ جزاك الله خير استفدنا منك. لكن ندخل في موضوعنا في صلب الموضوع اللي هو طبعا الشباب ترى باخذ منكم مشاركات، يا اما مداخلات مع الشيخ في مشاركه او حتى من ابداعاتكم انتم، في منشدين فيه ما شاء الله اللي مبدعين في كل مجال. شيخ الان في رمضان سرعان ما ينقضي وايام تروح بسرعه، فسؤال عام كيف استغل هذا الشهر الكريم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. في البدايه اشكر قناه الساحل حقيقه على حسن الظن بي واستضافتي، والشكر موصول للاخوان والشباب اللي يجلسوا معنا الجلسه هذه، والى الحقيقه مدير البرنامج بندر مصالح العمري ومقدمنا المتالق جزاه الله خير الاخ الفاضل الشجاع بن سعود الدوسري. رمضان يعني اجابه على سؤالك بالايه، الله تعالى قال ايام معدودات في سوره البقره، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، اي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله تعالى ايام معدودات، هذه الايه ايام معدودات اشاره ان استغل هذا الشهر، ترى هو ايام ما هو اشهر ولا سنوات، ايام معدودات. الان اقتربنا من الاسبوع الاول، ترى ايام ينتصف الشهر، ثم الايام يقولون عشر مباركه، وايام يقول بكره عيد ولا لا لسه ما اعلن، والله يقولون معلنين لا ما اعلن. هنا الخسران المبين ان يكون انسان مكانك رائع، ما تقدم لا ختم القران ولا تصدق صدقات ولا ما استفاد من هذا الشهر. رمضان دورة تدريبية إيمانية مدتها شهر، مدتها أيام إجابة على السؤال مثلا، أنت بتنتهي هذه الدورة وأنت ما استفدت. طيب وش أتدرب فيها؟ عندنا دورات في اللغة، عندنا دورات في الحاسب، عندنا دورات في العلاقات، عندنا دورات كثيرة خاصة في السنوات الأخيرة، يعني الآن هذه موضة الدورات. عندنا رمضان في السنة دورة تدريبية إيمانية. في بعض الناس يحب الصلاة لكن سبحان الله يجي طالع اللي يسمع السلام ورحمة الله فات الصلاة، شغالي في الواتساب، يحب الصلاة لكن سبحان الله يدخل فايته ثلاث ركعات، هذا بس سبيل المثال الصلاة. جاء رمضان ونحن في الأيام الأول في الصف الأول، من يأذن ويتوضأ ويتوجه للمسجد ويصلي تحية المسجد أو السنة القبلية، هذه قاعد يتدرب الآن في الدورة التدريبية الإيمانية. ما ينتصف الشهر أو يجي آخر الشهر إلا بل إذا انتهى الشهر الصف الأول هذا عنده مثل شربة الموية، ما يجد فيها صعوبة، بل يحزن لو فات تكبيرة الإحرام، ما هو ركعة، لو فات تكبيرة الإحرام يحزن كل الحزن. الشخص الآخر يحب القرآن ويحب يقرأ لكن سبحان الله أشغال وبرامج في هالجوال وشغلات، يمر أيام وتمر يمكن أشهر ما قرأ أو ما ختم القرآن، فيأتي شهر القرآن فيبدأ يضع له برنامج، إما بعد الفجر وإما بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء، هذا شهر القرآن. إن لم نقرأ القرآن في رمضان متى نقرأ؟ فأخونا في الله هذا في الدورة التدريبية الإيمانية في هذا الشهر وضع له برنامج يبدأ يقرأ القرآن بشكل يومي، ما يخرج الشهر إلا القرآن سهل عنده. ثم أنبه بعض الناس لأنه طول عهده بالقرآن يشق عليه القراءة، فلذلك يجي الشيطان يخليه يترك المصحف، عطني المصحف هذا البعض يفتح القرآن، أحسنت بارك الله فيك، لأن له عهد بالقرآن فتشق عليه بعض الآيات ويثقل عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجران، من يذكر الحديث من وين جانا الأجر؟ ها من وين اللي يشق عليه القرآن؟ من يذكر الحديث الدليل؟
من قراء القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه شاق أو يتعتع، بمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر القراءة وأجر التعب. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. فلذلك نقول اللي يقرأ القرآن من الأخوان والأخوات والمشاهدين وتحس أن الشاق عليك واصل، لأن لك أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. وبعضهم ما يدري عنده غلطات في القرآن، لأن يقول واحد عندهم من يجي رمضان يجيب النظارة متقاعد يحط النظارة ما شاء الله ويجر وكل آية خطأ، يقول أنا مستحي أقول له عندك أخطاء رجل فاضل. يعني شوف مع الأسف من الطبقة المثقفة تخطي في القرآن. يقول قل ماذا يا أبو فلان قصر صوتك شوي، قلت يبي يفهمها. قال نعم، قلت قصر صوتك شوي يعني. قال إذا ما تبغى تستفيد غيرك يبغى يستفيد في المسجد. فمشكلة الإنسان لما يكون ما يعرف أنه عنده خطأ. فالقرآن لابد بالتلقي، جبريل عليه السلام تلقاه من الله، شوف التدرج كيف، ثم نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى الصحابة وسمعوه من في النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بثوه ثم تناقلوا حتى إلى هذه الساعة. فالقرآن مستحيل إلا أن تتلقاه. فيه آيات في المصحف مهما كانت ثقافتك ومهما كانت عربتك لو تقرأها خطأ، لا بد أن تكون زي آية الربا، لا بد تتلقاها. والآن في التقنية والله الحمد، الآن أصعب عليك الآية تدخل للبرنامج والمنشاوي إيش اللي عندك وتسمعه وانت فاتح المصحف عندك. الآن هذه نعمة عظيمة، هذا يا أخوان القرآن كامل. من يصدق كنا على أساس نشتري المصحف كامل من تسجيلات التقوى، شنطة الله يفتح عليك، شنطة فيها 55 شريط، يروح عليك شريط راحت عليك سورة النساء. الآن هذا يا أخوان والأخوات إن على الهواء الحين، هذا القرآن كامل من البقرة إلى الناس. ولا تشغل مشاوير الرياضة حدث ولا حرج، يعني أقل مشوار نصف ساعة. استمع أنت في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه وهذه أفضل هدية يا أخي تقدمها. هذا بالنسبة ل يعني قراءة القرآن والاستفادة منه. فرمضان مثل ما سمعنا من المقدم كيف نستفيد منه، هو دورة تدريبية إيمانية. يخرج الشهر إلى القرآن عندك سهل، التبكير للصلاة، الصدقة دربت اليد، تدرب اليد في الدورة التدريبية عند المسجد، المسجد فيه تفطير، تعالي الإمام هذه 100 ريال مساهمة في التفطير، هذه لتحفيظ القرآن. رمضان صلة الرحم، أن تتصل بأقاربك وتزور. فرمضان فرصة دورة تدريبية إيمانية. انتبه أن يعلنون العيد وأنت مكانك راوح، والله ما استفدت. ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما من الأيام، صعد الدرجة الأولى قال آمين، صعد الدرجة الثانية قال آمين، صعد الدرجة الثالثة قال آمين. منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات. طب واحد شايفه في المدينة أطول، زيد في الدرجات في عهد عثمان أو في عهد الخلفاء، ولا الأصل درجات النبي صلى الله عليه وسلم منبر 3. فلما صعد الأولى قال آمين ثم آمين ثم آمين. سأل الصحابة شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت آمين ثم آمين؟ قال نعم، أتاني جبريل وقال يا محمد قل آمين ثم آمين ثم رغم أنف، يعني خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. يا أخي هذه يعني مصيبة يا أخوان، يجيك شهر فتحت فيها أبواب الجنة، غلقت فيها أبواب النار، صفدت فيه مردة الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة غلقت وصفدت فيه مردة الشياطين. ما تشوفون المساجد تمتلي الشياطين ربطة، يقولون إمام مسجد ما يصلي معه إلا صف ونص كبير في السن، وأول مغربية لقوا المسجد مليان يوم سلم ويلقط المقرفون يحزبونه بيرحب فيهم يعني يهنيهم. قال يعني قبل رمضان ما في إلا نص صف وصف، يوم جاء رمضان جيتوا الله لا يحيي هالوجيه. طبعا هذا كبار السن زي مو قريبك إذا زرتناه
ويقول ولك شهر ما شفناك وما أدري كيف وناسين، يعني هو عتب عليهم. ولن هذه المفترض أن واحد يرحب فيه، وهذه من الأخطاء، لأنك تشوف ناس صلوا معك أول مرة ترى جاي وحساس، لو تقول استغفر الله لا تناظر كذا بس في من بعيد قال خلاص ها بيهج أنت بخل نظراتك بسيطة ولا تقول وين أنت ساكن فيه ما شفناه، هو جاركم لا تعرجه، لا تعرجه في الأسئلة ذي. ابن معاه جسور حياك الله شهر مبارك كيف حالك. فلان احنا بنرجع محور ثاني رايحك شوي، بنرجع محور ثاني بما انك ذكرت الصلة والأقارب ان شاء الله بنرجع لها ايضا يا شيخ. زيادة ان القرآن من يصحب القرآن في الدنيا يصحبه حتى يدخل الجنة. القرآن شفيع لصاحبه يوم القيامة. احد السلف اذكر يا شيخ اظن ابو بكر بن عياش لما جاء على سكرات الموت بكت اخته اخذت تبكي، قال ما بك تبكين؟ قالت أبكي على فراقك. قال لا تبكين، أترين هذه الزاوية زاوية في البيت؟ قالت نعم. قال لقد ختم أخوك عندها 18,000 ختمة، فلا تحزني علي مع أني أقرأ القرآن. فالقرآن رفيق وصاحب. أيضا ودنا شيخ نشارك للشباب إذا عندك إضافة عن كيف تستغل رمضان للشباب. شيخنا نقطة اللي هي على الأخلاق برضو الحين شيء دارج عند شبابنا، يعني مثلا سقطت عليه بالسيارة وقت رمضان عندي شر الله يشيلك الله ياخذ. هذه نقطة مهمة بعد. صح، هو الأخلاق سبحان الله، يعني إن عندنا أزمة أخلاق على الأخلاق. صح، يعني هذه اللي أثارها الأخ الفاضل، في أزمة أخلاق. وتتعجب مع بعض الناس يحرص على صدقة ويحرص على أعمال صالحة وعلى تبكير وسيء الأخلاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. عمل عبادة هو، يعني أنت قاعد تتصدق وأخلاقك سيئة تارك عبادة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم منزلة مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومما يقدح في الأخلاق عدم التبسم. بعض الناس يرى أن شخصيتك قوية ما تتبسم، ده خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قالوا كيف صدقة؟ بعض الشراح يقولون الصدقة طبعا فيها فلوس والهدية. قالوا أدخلت السرور عليه. أنت حين لما يقابلك واحد جارك تقول السلام عليكم، هلا شرح صدرك، صباح الخير مكشر ضيق صدرك رحت وانت متكدر. فالابتسامة ذي لها أثر. أنا كنت في بريطانيا الحقيقة قبل رمضان فترة، في رمضان نزل والله يا أخوان عجيبين، يعني هالكفار تبسم في سوبر ماركات في أماكن، تبسم لك في المطارات، يعني كسبوا قلوبنا جدا. ولو أنها ابتسامة بعضها صفراء وبعضها كذا، لكن إن أولابها يا جماعة، إن 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 معانا وصية ومعانا أجر فيها. فالأخلاق هذه ضرورية، ولذلك عندنا أزمة أخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. حريم اتطلقت ليش؟ ترى ما هي عشان ما يصلي، سيء الخلق. طيب كيف نعرف هذه؟ إذا أتاكم من ترضون دينه، دينه هذا نسأل في المسجد ونسأل عن صلاته وعن عبادته وعن الشغلات اللي تخص الدين. وخلقه اسأل في العمل تعامله، لأن الست ساعات سبع ساعات في العمل، وموظف للست سنوات خمس سنوات بتبين من تسأل جيرانه. إنما هو ما نهمل جانب، خلاص والله لقينا رجل يصلي ولا عنده انحرافات، طيب عنده انحراف قد يكون في خلقه. المرأة اللي بتعيش معاه بتتمرمط، سيء الخلق، شكاك، بخيل، ترى البخل هذا يقطع في الخلق، غضوب، هذه مصيبة ترى الغضوب. والله لو تصاحب واحد غضوب طول حياتك وانت الدارية، انت قدم له الشاهي وانت الدارية تخشي يغضب تنزل وانت بتروح، والله مشكلة الغضوب هذا، هذا أسوأ خلق الحقيقة الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني لا تغضب ثلاثا. غضب هذا مصيبة، لا عاد يرتاح لك أحد ولا يرتاح منه، يجلس يداريك. مناسبة المدارات في البخاري دخل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يريد أن يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. لما دخل تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. عائشة من بعيد تنظر بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج قالت يا رسول الله
قلت بئس أخو العشيرة، فلم ما دخل تبسمت في وجهه. شوف الحديث في البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. سألت معاني شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، قلت الحديث هذا إشكال عندي. قال هذا رجل صليط وسماه لي في الحديث غاب عن اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يدخل معه في متاهلة وأخذ وعطاء. قال الحديث بوب عليه البخاري، لأن البخاري بوب باب ما في الصدقة، باب فضل رمضان، باب الصلاة، بوب على هذا باب ما جاء في المدارات الداريه الداريه. وهذه ترى سنة وحكمة عظيمة، زي ما نسميها أن الآن سلك له، باب ما جاء في التسليك. بعض الناس تسلك له ولا تنشم مع رجل جدال، فانتبه ترى المدارات غير والمداهنة غير. سؤال وش المداهنة؟ المداهنة المجاملة الزايدة. المداهنة تحرم، خلني أوضحها. هنا عندنا فعل محمود اللي هو المدارات، رجل صليط بذيء اللسان وتسلك له وتمشي حالك معه لأن يقلطون العشاء وفي مداهنة، المداهنة تحرم. مصلحة. أيوة أتوقع يا شيخ ممكن اللي يتكلم في كلام باطل وتسكت له. أيوة مثلا قاعد القناة هذه صور ورقص وغنى وجالس لك كذا تقول أيوة أنت ما تبغاها. مو بعكس واحد عاجب الشغلة ذي مضايق وعارف إنه حرام، هذه مداهنة تحرم، هذه مداهنة تحرم. نقطة الأخلاق والكلام في الأخلاق جميل يا شيخ، وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص الصحابي الجليل كان يقول ما فيه أحد أبغض إلي من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. يقول فلما دخلت عليه وأعلن إسلامه وتعرض إلى بسمات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خرجت وما فيه أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قبل أبغض إلي، أبغض الخلق إلي، وبعد ما خرجت منها أحب الناس إلي. ولذلك يأتي رمضان، ومن حكم وأسرار رمضان أنه يعلمنا الأخلاق. الآن إذا تخاصم أحد وش المفروض أنك تقول إذا تخاصموا في رمضان؟ تقول اللهم إني صائم. لذلك تتدرب وتعود أنك تهذب أخلاقك، وهذه من الحكم والأسرار في رمضان. إذا كان فيه من الأخوان منشد، ولا فيه منشدين عندكم؟ هشام. لا هذا الشيخ مش اسمه؟ هشام. أنا بطلب منه شيء خاص بعدين. إذا فيه منشد ثاني؟ يا شباب المنشد، منشد ترى دائما الأناشيد الجميلة اللي لها هدف ومعنى. طيب طيب ابو سعد ما شاء الله ابو الحسن منشد، وانا ما ادري هو كاتب لكم هو مجهز لكم طبعا. وانا جاي بالطريق كنت اسولف انا والشاعر علي الدهيل، ايه، وذكرت له ان في البرنامج عندنا وقف عن الام. احسنت. فقال لي يا ابو سعد بما ان في عندكم يعني تتكلمون عن وقف الام وشيء، ابد شوي بكلمك. فجلس تقريبا 10 دقائق وارسل لي، قال ابو سعد هذه من أعطاني قصيدة عن الأم، فإذا تسمحوا لي. طيب تفضل. كيف بطلع من جزاها أمي القلب الحنون، أمي أمي ثم أمي تحت رجليها الجنان، هي حياة العمر كله عندها كل يهون، لو تبي عيني فداها تبشر بعيني ضمان، يمه انتي من غلاتك كل خلق الله يبون، ياخذون شوي منك انتي يا كنز الحنان، اكتبيني يا بعادهم عاشق الحد الجنون، ما يغيرني في حبك لا ظروف ولا زمان. ما شاء الله. الله يجزيك. وش هالصوت وش هالزين. الله يجزيك. ما شاء الله. انتشر مقطع في مع اخوي هشام ومعه واحد ثاني قصير فيصل، ما جاء معك هنا في البرنامج، وانتشر مقطع ما شاء الله اشوف تداولوه الناس بكثره، خاصه مع بدايه قدوم رمضان. وش كان كلماته؟ هي
هي مقطع في مقطع العام الماضي وهذه السنة برضو سوينا مقطع العام الماضي كان مدير الجروب حق مدير الجروب أنا أبغى مدير الجروب طيب هذا انتشر ما شاء الله أوكي الله يسعدك حق السنة الأولى كان يا مدير الجروب رمضانك مبارك يا مدير الجروب رمضانك مبارك سامحنا وذرنا يا ما حشيناك يا مدير الجروب رمضانك مبارك طبعا هذه جروبات الواتساب انا شفتها منتشره ما شاء الله بكثره وكان اداتها جميله الله وكان اللي معك ما شاء الله وش اسمه فيصل فيصل الله يذكره بالخير في المقطع الثاني السنه هذه برضو السنة هذه نزل برضو مقطع وانتشر ما شاء الله مقطع ثاني حق السنة هذه اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم على موعدنا يا مدير قروبي اعزمنا على لقمة هنية وفرحنا يا مدير قروبي اعزمنا على لقمة هنية وفرحنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا ما شاء الله هذه اللي انا ابيها هذه ما شاء الله هذه اللي طيب الله يبارك فيكم وان شاء الله نرجع لكم ايضا في مداخلات لكن نعود للشيخ شيخنا في شهر رمضان المبارك تنزل الرحمات ويكون شهر روحانية والناس مقبلين حتى اللي ما كان يصلي مثلا في قبل رمضان نراه في المسجد ونراه والناس راجعين إلى الله عز وجل هل للدعاء دور أو هل لهم فرصة استغلال هذا الشيء الروحانية وقرب الناس من الله وش دور الدعاء إلى الله بسم الله من أكبر الفرص الحقيقية هذا يعني موسم شوف الآن حقون التجارة كيف يعتبرون المواسم قبل رمضان شفتوا الإعلانات على المشروبات وعلى الأكلات لأن هذا موسم يقول ما تفرط فيه وتعال للحج شوف الحملات وشوف اللي في مكة عاد يمكن أخونا في مكة هذه مواسم أهل الدنيا شغلهم مباح ما هو محرم بيع وشراء شوف الفكر عندهم كيف استغلوا الموسم هذا موسم رمضان يقول لك لا يروح علينا موسم الحج الإجازة الفنادق والسياحة شغلات تنزل دعايات وحدثوا العاد فمن باب أولى أن يكون الدعاة هم أن يستغلوا مثل هذه الأوقات لأن فعلا المساجد تمتلي المساجد الناس تقبل ناس تسمع مواعظ والله مع الأسف يكلمني إمام مسجد أمس كنا في لقاء عندهم أستاذ دكتور كبير يقول أول يوم من المغرب أنا ضامن أنه بيلقي كلمة في الصف الأول يقول والله سلمنا وصلحنا الميكروفون أقرب عنده قريب عندي قلت صفوف ناس ما وصل العدد ذا عندنا أستاذ ودكتور في الجامعة وكلمته يعني لها أثرها يقول بدأ الناس يطلعون والله زي هذه فرصة الحقيقة ما ألقى فالحقيقة من الخطأ أن الدعاة يفرطون في مثل هذا الوقت الموسم وأذكر خطبة للسديس قبل رمضان أو في أيام أول رمضان قبل 4 سنوات قال وعلى الدعاة تعرف الرجل لا إله إلا الله الرجل أعطاه من البيان أن ينزلوا بثقلهم في هذا الشهر شوف العبارة على الدعاة أن ينزلوا بثقلهم في هذا الشهر هذه فرصة هذا موسم الدعاة لأن في ناس الحقيقة ما تعرف المسجد إلا في رمضان فقد تصيد أنت بموعظة بأقصوصة بحديث ويتأثر بذلك لأن بعضهم يقول لك نسأل الله السلامة إذا أعلنوا العيد خلاص بعضهم رايح للمسجد تعرفون ليلة الشك ليلة الشك عيد ولا مو عيد توضى العشاء ورايح آخر ليلة فيه رمضان ولا ما فيه ضربت المدعاد رجع البيت وين قال خلاص عيد واحد وصفهم وينبغي للدعاة أن يبتعدوا عن مثل العبارات وناس لا تعرف الله إلا في هذا الشهر لا خلاص طالما جاءوا في خطبة جمعة في مسجد لا تنفرهم الرمضانيون مثلا بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان لا نبتعد عنها بئس القوم لا يعرفون إلا في رمضان ولا وجوه أين خرجت لنا في هذا الحي فينبغي الحقيقة يكون هناك
ترحيب وتغليب جانب الرجاء والرحمة يعني، لأن الحقيقة هذا ينبغي للدعاة أن يعني لا يجعلوا فيه يأس. والله يا أخوان أنا قابلت شاب جابة قريبة لي يعني مدمن وترك المخدرات، فقاعد أدردش أنا طالعين مجلس ذكر، قلت ما شاء الله الله يثبتك. قال تدري ايش اللي أثر فيني؟ يقول كنت أنا ضامن النار، يقول هو وأنا أسمع كذا ورجل كبير فوق 30، قال قلت النار اكتم الدعسة، ما أدري وش اكتم الدعسة ذي، يقول قلت نار نار خلاص يعني. يبدو لي جاه موعظة كذا ولا واحد مقنطة من النار. يقول حتى سمعت شريط رجل قتل 99 نفس وادخل الله الجنة. قلت من وين الشريط ذا؟ والله أنا فرحت. قال هذا شريط عرفتها أنها محاضرة أو خطبة جمعة للشيخ أحمد القطان الله يشفيه وعافيه، أثرت فيها. وهذا حديث أصلا في الصحيح، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد التوبة. شف ترى العاصي هذا تجيه محاسبة نفس تجيه، بس ما يلقى حد يا جماعة. ما ترى التوبة أحيانا فعلا يحاسب نفسه، لكن العوامل الأماكن اللي بيروح لها المحاضن. يقول فأراد التوبة فسأل فدل على عابد ما عنده علم، قال إنني قتلت 99 نفسا. العابد تعاظم الذنب هذا، قال ليس لك توبة يا عم. إذا قال دعوة خربانة خربانة اقتله. قال بعض أهل العلم من الشراح وهذا جزاء من يفتي بغير علم. فأنت بيجيك واحد عربجي كذا يقول أنا كأني تمضيت وموت، يقول فسد صيامك، جيك ركبة منه. فسأل فدل على عالم، ما زال التوبة تؤرقه ويريد الرجعة. شف العلم، شف العلم. قال إنه قتل كذا وكذا فهل له من توبة؟ شوف العالم، شوف العلم فرق. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم من العالم وجهه ما أفتاه فقط، قال انطلق إلى بلدة كذا وكذا فإن بها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك بلدة السوء. أخذ من هذا أنك يا التايب يلي تريد الصلاح يلي تريد الاستقامة لازم تغير البيئة، لازم حتى من البيئة هذه القنوات ذي. واحد يقول والله ما عنده إلا واحد أحيانا يمر عليه واحد ما، نقول لازم هذه كلها تتكنسل القنوات هذه، هذه بيئة فاسدة. لازم الآن تركب لي المجد، تركب لي الساحة، تركب لي القنوات الإسلامية، لازم القرآن، كل السيديات ذي والنغمات كلها تنتهي، هذا جزء من البيئة لازم يصير السيد. فقال انطلق إلى بلدة كذا فإن بها ناس صالحون يعبدون الله فاعبدوا واترك بلدة السوء واترك البيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما انطلق هذا الرجل وانتصف الطريق نزل به الموت فسقط. الموت سكرات الموت مي سهلة، لكن من صدق هذا الرجل في التوبة بدأ يدنو بصدره إلى البلدة الطيبة. شوف تنفيذ الوصية، فمات بين البلدتين. فنزلت ملائكة العذاب تقول إنه مذنب وسفاح، وملائكة الرحمة تقول تائب، والتوبة لها شأن عظيم، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فتنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله عليهم رجل في صورة ملك في صورة رجل أن قيسوا المسافة بين، فإن كان في بلدة السوء فهو من أهل النار، وإن كان قد دخل إلى البلدة الطيبة فهو من أهل الجنة. فقاسوا المسافتين فوجدوا أنه دخل إلى البلدة الطيبة بشبر أو شبرين، فقبضته ملائكة الرحمة وادخلوا الجنة. الله أكبر. طيب انظر لو سوى في يوم يومين، قال خلنا نكمل البطل ذا وبعدين ها خلنا نكمل قطعة الحشيش ذا، لا الآن ما في إلا يحسبون بالدقائق يعني شبر أو شبرين، فلا تسوف. أعرف شاب تاب في رمضان رأي خمر، يقول لجي 25 رمضان، يقول أنا أتوقف في رمضان ما عاد أشرب خمر وأصوم صح، يقول لا خلني أنجي 25 رحت شريت لي قارورة، يقول لأن العيد غالي. يقول 24-25 لازم أضمن نفسي حق العيد كذا، يقول بعدين أنا أحطها في غرفة عندي في شنطة وقفل عليها.
وكل كذا اطل عليها اشوفها كذا على 27 على 28 يقول فعلا قاعد اطال قاروره الخمر دي. يقول لما اعلنوا عيد فكيت طال عمرك وشرب وحرك التليفون ابو فلان ابو عرب سير علينا وجو هذا معه نص قاروره وهذا معه حشيش قبل رمضان يقول ليله العيد دخنها يقول نمت على الفجر يقول قمت قبل الظهر والله من الألم اللي في راسي ظنيت واحد صام ضاربني بعصا أنا ظنيت كذا حد من السكارى ذولي خابطه يقول في ألم تعبت من الألم كشف سبحان الله مع الألم والدوخة والتعب حاسب نفسه لأن في عبادة الصوم والعبادة ذي قوة الإيمان شوي عنده شيخنا عندنا محور مهم جدا أيه. حاول تختصر له أيوة أنتهت هذه طيب. فكانت توبته واستقامته ورجعته بسبب الموقف هذا الله الله يعني شيخ أكثر الناس يمنعهم من التوبة جهلهم بسعة رحمة الله عز وجل نعم. فدائما إذا كثرت ذنوبك في عينك فتذكر ورحمتي وسعت كل شيء شيخنا أن فيه وقف الأم كم باقي أشياء الحلقة باقي تقريبا 10 نخصصها للوقف اي بس عندي بس تنبيه بسيط قبل طيب تدخل في الوقف ان يا اخوان دخلنا في ليله الجمعه الان ونبه تنبيه ثلاث وقفات اول شيء يكثر الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه اللهم صل وسلم على ايوه النقطه الثانيه ان الاغتسال ليوم الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم كل محترم كل بالغ طبعا هذا قول بالوجوب واختار الشيخ العلامة أحمد بن عثيمين وقول الآخر اللي عليه جمهور أهل العلم إذا قلنا الجمهور وش المقصود الأغلبية الأغلبية من أهل العلم الأكثر على أنه سنة مؤكد بس انتبه ترى غسل الليل ما يجزئ اللي عليه العلماء ما يبدأ غسل الجمعة إلا من فجر الجمعة الليل ذا واحد بعض الناس يطق الترويشة من الليل خلاص يكفي لا غسل الجمعة المسنون هو من فجر يوم الجمعة والنقطة الثالثة شيخ النقطة الثالثة أن سماع خطبة الجمعة واجب والكلام والحركة لا يجوز الله. قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى طيب الآن ما في حصى في شيء اسمه جوال الخطيب يخطب وذا يقول الغدا سمك هذا ساعة الخطبة أي. هذا من اللغو يقول ومن مس الحصى فقد لغى طيب ومن لغى فلا جمعة له كيف يعني صلاتها ما تصح تصح لكن فضل الجمعة اللي يكفر الذنوب من الجمعة ولا جمعة كفرة تذهب عليه الله يسعدك يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ عندنا وقف الأم يا شيخ هو وقف في حدود الحرم تابع لجميع المكتب التعاوني والدعوة والإرشاد بالقريات هي القائمة عليه وهذا الوقف يعني من خلاله جيت طباعة الكتب مسلمين جدد تفطير صائم رحلات الحج والعمرة قيمة السهم للفرد الواحد 100 ريال 100 ريال بسيطة سهلة أحياناً ننفقها في شيء يعني ما يستاهل وقيمة العائلة كلهم قيمتهم 1000 سهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة صدقة في رمضان فشيخنا لو تذكرنا أهمية الصدقة في رمضان وأهمية الإنفاق على هذه الأوقاف التي يعني لها أعمال جليلة من خلالها هذا المتصدق بمئة ريال يحصل على الأجور العظيمة اللي يقوم بها هل المكتب بسم الله لا شك أن الصدقة لها مزية ولها أجر عظيم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة أي بنصف تمرة الصدقة عموما فيها أجور عظيمة فكيف إذا كانت في رمضان رمضان التي تتضاعف فيه الحسنات والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أجود وما يكون أجود في شهر رمضان فهي فرصة الحقيقة أنك تتصدق وأنك تتصدق في رمضان لأن أعمال الحسنات والأجور عندنا الزمان وعندنا المكان المكان مثل إيش تستغله مكة المكة الصدقة والصلاة فيها والتعبد وقراءة القرآن والزمان الزمان مثل 10 ذي الحجة مثلا ومثل شهر رمضان فكون صدقتك الآن في رمضان 100 ريال 1000 ريال ليس صدقة في أي وقت هذا رمضان له مزية له نكهة خاصة له روحانية له أجر أعظم ثم من الأعظم حتى نفتح المجال الشباب يشاركون في موضوع صدقة
أن أكبر فرصة أن تجد وقف، هذه الألف، هذه المئة، هذا المبلغ اللي بتتصدق به يبقى وقف يدر عليك حسنات ما دمت حيا أو ميتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد، وفي رواية إذا مات ابن آدم، انقطع عمله، خلاص ينقطع، لو يريد سجدة ما يستطيع، تسبيحة ما يستطيع، إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية تكون في هذا الوقف، الإنسان ما يضمن متى ينتقل من هذه الحياة الدنيا، كم انتقلوا كم ماتوا، الحقيقة هم في سن يعني ما كان أحد يتوقع، في صحة في عافية. ودعنا قبل أشهر الداعي الشيخ صالح محمد العمودي، ودعنا صاحبنا إسماعيل بن سالم الحلافي، يعني كانوا من قوة ونشاط، من أصحاب اللي أجلس معهم وأشرب الشاي معهم يعني. ففرصة أنك تقدم في مثل هذا الوقف فلا تتردد. جزاك الله خير يا شيخ. طبعا الوقف والكلام للسادة المشاهدين أن الأوقاف كانت عند الصحابة لها قدر وقيمة، فكان الصحابة يوقفون، يمكن أغلب الصحابة أوقف، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كسب في أخذ غنيمته من أحد المعارك قال: هذا أجود ما كسبته من المعركة فهو بين يديك يا رسول الله. كذلك عثمان، كذلك جميع الصحابة أوقفوا، وكانوا يتنافسون في الإنفاق، أحيانا يتنافسون في من ينفق أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذات يوم بصدقة، فكان عمر بن الخطاب عنده ذاك اليوم يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال زيادة، فقال: اليوم أسبق أبا بكر، كان أبو بكر دائما يسبقه، فقال: اليوم أسبق أبو بكر. يقول فجاب نصف ماله وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله، جيتك بالنصف مثل عند أهلي. يقول: وأنا جالس عنده جاءنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: فقدم المال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله. أبو بكر جاب ماله كله. فيقول عاد عمر بن الخطاب: والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. فأنا أقول للأخوة اللي يشاهدوننا وجميع من يرانا الآن، ترى يمكن يجي فاعل خير واحد تاجر ويخلص هذا الوقف في لحظة، لكن أنت ليش تأخرت؟ فساهم ولو بالقليل، 100 ريال عنك، 1000 ريال عن أسرتك كلها. وما شاء الله مثل ما ذكرنا الآن أن الوقف هذا يعني يقوم بأعمال جليلة، وأنت في بيتك تدفع 100 ريال، تأخذ أجور اللي ينظمون الملتقيات ويطبعون الكتب ويروحون العمرة الحج والعمرة، تأخذ مثل أجورهم. لذلك علينا أن نبادر وننفق من أموالنا التي أحيانا والله أن ننفقها في أشياء لا فائدة لنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. إن في آخر اللقاء شيخنا، حقيقة استمتعنا بوجودك يا شيخ وبهذه الفوائد التي استمعناها منك، وإن شاء الله نلتقيك بإذن حلقات جاية. أيضا أشكر الشباب، شباب إسماعيل، اللي أنصح المتابعين في تويتر في الإنستغرام أنهم يتابعونهم ويستفيدوا منهم، نجوم يعني، بعضهم عرفناه وبعضهم سمعنا به وتشرفنا اليوم أن عرفناه وقابلناه. فأسأل الله يوفقكم، وأنا سعيد حقيقة أني أكون معكم طيلة أيام الشهر، فالله يوفقكم يا رب. شكرا شيخنا، الله يعطيك العافية، الله يرفع مقدارك. هذا في 40 قارئ. الله شوف القرآن كامل وليس قارئ واحد، 40 قارئ. تفضل. جزاك الله خير، هذه هدية للشباب. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. الله يكرمك يا شيخ، اكتب أجرك. استاذنكم، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. خلاص طلعنا من هنا خلاص. البرنامج واقف ترى. من المأخذ؟ الله يحفظكم. جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله أجرك. لو سألت الشباب كذا يا شباب، وش أفضل نقطة سمعتوها في حديثي؟ كل واحد أكيد كذا، واحد لقطها، واحد لقط. وش أفضل شيء؟ أفضل نقطة حقت الأسماء. ايوه اسم الاب اليوم رايح ان شاء الله عندنا الاب وبن جورج بن ديفيد هذا طيب وش الغير هذا جميل لا والله سعر ال ها اقول سعر قبل العيد حقت الخمر يعني هذه قصه طريفه ها طيب غيرها الاخلاق اذا اتاكم من ترضون دين وخلق ها اي بئس القوم لا يعرفون الله
طيب خلني انت من الشباب مع الاخ مع عبده وحمد انه ضعيف جدا ان الحين ذكرتها ذكرتها في الحلقه ان يعني هذه لا اللي اذنب له توبه اللي قتل يا سلام جميل الحديث شارك الشباب شيخ اللهم صل وسلم على محمد ذكرت لك نقطه اللي هي عزوز ودحوم لان فعلا هذه يعني كثير والله أيه. فايش ترى فيها شيخ والله ما اذكر فيها شيء الان ما اذكر لا انا اتكلم انه الان في ناس تفتيلنا أيه. تقول لنا بس لا احيانا اذا كان الشخص هو مثلا يكره هذا الاسم يكره الاسم ده شيء ثاني لا بس أيه. مثلا انا عندي صديق صاحبي اسمه عبد الفتاح ينادوه بتوحة يعني والله اسم جميل والله عبد الفتاح عبد الفتاح يعني اسم الله هنا الى طيب وش اللي حسب النية فضل الصدق فضل الصدق لانه سبحان الله حتى الوقف هذا من ميزته انه في بركه الصدق اللي هو المكان والزمان انه الزمان اللي هو في رمضان لك اجر عظيم وانه في مكه اجرها مضاعف كمان وبعدين ترى في خطا يخطي فيه البعض يظن بعض ان الذنب يعظم في وسط المسجد الله يشرف المسجد عندنا هذا المسجد الكعبة مثلا لا في حدود الحرم الحدود الحرم اللي محطوط فيه القبب صح. هنا إذا تعديت القبب يتغير الوضع الذنب يعظم لا يجوز أخذ اللقطة ولا يجوز الصيد ولا يجوز شغلات يعني من بعد النقطة الصلاة 100,000 صلاة يعني انت الان لما تيجي تدرك الصلاه وعندك ذي حاول تدخل اذن عليك المغرب وان جاي على مكه لا تصلي قبل قدم شوي ادخل في اي مكان من بعد القبب هذه لو صليتها كذا كنك مصلي في الطائف يعني قصدك ما جاء الحديث قصدك حد الحرم وما جاء الحديث شيخ بالصلاه في مسجد الحرام طبعا على مساله الخلاف انهم بعضهم يقول لا 100,000 تخص مسجد الكعبه لكن جمهور اهل العلم يرون ان الحديث يشمل حد الحرم في ذلك ولذلك من تعظيم السلف ابن عمر رضي الله عنه كان اذا اراد ان يؤدب ابنائه ما يؤدبهم فيه لانه ساكن في حدود الحرم يطلعه برا صفقه كفين يرجعه شوف من تعظيمه ولذلك الذنب هنا اشد ما هو يتضاعف ابن عثيمين مثل قال زي اللي يضربك ضربة خفيفة وضربة قوية هو الذنب يعني انتبه حتى مثلا في النظرات وانت رايح للحرام وانت في المنطقة ذي هنا أخطر شيء ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ترى عاش في الطائف مسجد ابن عباس اللي في مرحة فينتبه المسألة ذي بعضهم لا يظن المسجد الكعبة لا دخولك هنا أيضا للشباب دعوتهم للوقف ترى لكم اجر مثل اللي ينقول دال على الخير صلى الله فضلك ادعوا للوقت والتبرع الله سؤال ما تقبل منه تعقيبا على الموضوع على اسماء يقال ان هناك في اسماء باسماء الشياطين مثل الرماس مثلا هل هذا صحيح ولا والله هو بكر ابو زيد رحمه الله تكلم عن اسامي المحرمه والمكروهه قال المحرمة ما عبد لغير الله كعبد الرسول وعبد الحسين وذا قال هذه محرمة وتسمى المكروه قال يتسمى بأسماء الفنانين والمطربين قال هذه تكره يعني واذكر قريب اللي يسمى اسم غريب جاه ولد قالوا قلت تسمى فقالوا عشان الفنان الفلاني من يبجي اسمه يراكب اسمه دقيت عليه وقلت على البركة الله يبارك قلت سميت الاسم ذا على نياته مسكين بسيط قال لا والله علشان كذا هو كذا قلت يا أخي ابنك تسمي على اسم عندك أسماء جميلة وبكرة ولدك يطلع مدين متضايق يعني كنا تضايق كذا وقال طيب جزاك الله وغير أحيانا تشوف النصيحة ترى القبولها ما يجي مباشر ما ظنيت إن بيغير أسلوبه بس بعض الأحيان يجلس غير حط ريان اسم جميل يعني يا سلام والله يطول سلام الله يسلمك الله يسلمك تسميه المولود بكر ابو زيد رساله كذا صديق هذا توحى لازم تسميه